واسترت. تعال هنا. اوكي هنا. هاي 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 هاي. اذا اصدقائي كنعالج مشكلة هذه الشاشة التي تتحرك. اذا سنفعل اول خطوة هو ان نتجه الى سطح المكتب ونضغط على انفيديا كنترول بانل. اذا سوف تظهر لك بهذا الشكل. ان لم تظهر لك بهذا الشكل تضغط على هذا الخيار Adjust image setting with preview. بعد ذلك تختار الاختيار الاول Let the 3D application decide وتضغط apply بالاسفل. هذه هي الخطوة الاولى. الخطوة الثانية نتجه الى وين نكتب Display setting. اذا هنا في Display setting سوف ننزل الاسفل وهنا سنختار في الريزوليشن هنا 2280 ضرب 768. تدخل الى هنا Advanced Display setting تنزل الاسفل تختار هنا الخيار الاخير. مثلا انا عندي 59 يمكن ان تكون عندك انت 75 او شيء من هذا القبيل. وامتدعها في اعلى مرتبة هنا وتعود ثم ندخل الى جرافيك سيتينج. في الجرافيك سيتينج هنا تضغط تختار ديسكتوب اب بعد ذلك تضغط على بروس ثم تبحث هنا على اسم اللعبة التي تريد ان تشغلها بواسطة كارت الجرافيك انفيديا الموجودة في حسابك. مثلا انا قمت بالذهاب الى ستيم ملف ستيم على هذا الشكل. مثلا هنا ديسك دو كاسيت ثم بروجرام فايل اكس 86 ثم هنا لدينا ستيم ثم ستيم ابس. هنا الالعاب التي تقوم بتحميلها في ستيم تجدها في هذا المكان ثم كومون. هنا الالعاب التي قمت بتحميلها في ستيم تجدها هنا. مثلا لدينا هذه دخلت الى هنا وتختار الملف الرئيسي الموجود هنا على شكل application ما هو تختاره ثم تضغط add سوف تجده هنا. بعد ذلك تضغط عليه وتضغط هنا options وهنا تختار الجرافيك التي تريد ان تشغل بها اللعبة. تريد ان تشغلها اذا كانت لديك اثنان من الجرافيك مثلي مثلا لدي انفيديا قمت باختيار انفيديا ثم تضغط save فقط هكذا. إذن أي برنامج أو أي لعبة تريد أن تشغله بواسطة الكارت الجرافيك الخاصة بك فقد تختاره من هنا بنفس الطريقة تضع له نفس الإعدادات. إذن هذه هي طريقة ولا تنسونا من لايك يا أصدقاء.